guys, welcome back to my channel. معاكم الفاشينيستا سودي. النهارده فيديو جديد من فيديوهات الفاشينيستا. النهارده هنعمل هالوين لوك. اوكي الهالوين فاضل له تقريبا يعني كام يوم. اوكي تيك ديب بريس فاينلي فاشينيستا هتعمل لوك للهالوين. How a lipstick rash بتاعي I know because we don't need it anymore. Okay. استخدم مزيل ميكاب من نيفيا. ASMR. حواجب no. We don't need you anymore. هنصح حاجة عشان أنا مش محتاجة already. انتوا هتبدأوا الميكاب من غير ميكاب. أنا كنت حاطة ميكاب. انا عايزه الغيها, مش عايزه يكون في حواجب خالص. في الجلو ستيك ممكن تستخدموه اللي هو بيبقى عليه فوق البقره ده اللي من بره المستورد. انا لقيت الجلو ده كان غالي في مكتبه جرير, بس احنا عندنا بديل. اوكي فاشينيستا سودي عندها بديل. البديل هو هذه الصابونه من ذا بادي شوب. الصابونه دي تحفه جدا لتصليح الحواجب. تحفه تحفه تحفه. المهم الصابونة دي انت ممكن تحطيها على وشك او على جسمك. اوكي فسيف, يعني سيف 100% سيف. سيف للوش والجسم لهذه الاشياء. المهم فبديل هذه الصابونة. طيب بديل هذه الصابونة, اي صابونة, اي براند صابونة ممكن تحطيها على وشك, هي دي البديل. اوكي فاستخدم صابونة وسبولي اللي هي البتاعة دي اسمها سبولي. اوكي طيب ومية. طيب اللي انا هعمله ايه يا سمار. المهم اللي انا هعمله I'm so excited. المهم هنرش الصابونة كده معايا. اوكي وهنحرك على الصابونة كده بالسبولي. هعمل كده. اوكي نبلها تاني. طبعا لو عندكم سيتنج سبراي او فيكس بلس اللي هو بتاع ماك او سيتنج سبراي ممكن تستخدموه. واللي انا هعمله ان انا همشي الحواجب لفوق. شايفين بيشدها ازاي؟ حرفيا زي الجلو بالظبط. طبعا الحركه اللي انت هتعمليها ان انت هتضغطي شويه ولفوق. اميزنج. هو تحس ان هو واكسي شويه اللي هو يعني زي في شمع كده, فده اللي اداني الايحاء ان ده ينفع يتعمل بيه. طبعا انا حواجبي يعني اوريدي حوالين حواجبي بيحمر شويه بس ده عادي. ولا ما تخافوش, ده مش هيخلي حواجبكم تتقطع. تمام محدش خايف من الحاجه دي. انا عايزه حواجبي على قد ما اقدر تكون يعني على جلدي بالظبط عشان اقدر ان انا اخليها حرفيا مش موجودة. تمام شكلي فظيع يا جدعان, شكلي فظيع. او ماي جاد. وان دان وان تو جو. خلاص الحواجب دي اوف كاميرا وارجع لكم. اوكي كده هنجيب بيبي باودر او اي باودر ممكن تستعمليها, ممكن لوز باودر او ممكن اي باودر انت بتستعمليها. اوكي بيبي باودر بيبيتي بلندر. واحنا هنعمل ان احنا نحطها على حواجبنا. اوكي ثبتها مكانها. وكمان عارفين اللي هي الستيكي بتاع اللي اسمه ايه ده الصابونه نفسها تروح بسبب البودر. وبعدين هنجيب اي فلوفي برش ونشيل البودر ده من على الباودر ده من على حواجبنا ونلمس كده نتاكد ان هي عملت زي الطبقه كده حوالين حواجبنا, بس عشان ايه نتاكد ان هي فاينل ستيب. انت ممكن لو حاسه ان حواجبك يعني مش مسطحه قوي ممكن تحطي كمان طبقه من الصابون والميه اللي احنا عملناها وتعملي تاني بالسبولي لحد ما تبقى كويسه. اوكي بس انا حاسه دلوقتي ان حواجبك فردت على اخر, حواجبك خفيفه فمش هعمل كمان كود. انا عملت كام كود من الصابون, عملت حوالي 2 كودز منها, فانت ممكن تعملي اكتر لو حاجه تقيله كده اللي انا بعمله ده. المهم من الباليت دي من لوريال.
مش عارفه اتكلم، اخرصي. انا عايزه اقول اقول مش عارفه حتى اتكلم عربي. ترى ترى هتلاقي الناس بتتريق عليا لو مش عارفه اتكلم عربي. Infallible Total Cover هي full coverage long wear concealer palette. اللي هو افتح لون فيها اللي هو ده مش فاتح قوي، بس احنا هنستخدم اللون ده. اوكي هحط كده بصوابعي عشان اديله شويه حراره. اوكي اي كونسيلر كده بيستحسن انك تحطيه بصوابعك عامه من الفرشه عشان تديله شويه حراره وعشان يدوب شويه. اوكي بعدين هحطه ايه كده زي اكني بعمل لها بوش كده لايه لحد. اوكي ده اللي احنا هنعمله. استخدمي كونسيلر او فاونديشن يكون فول كفرج عشان يغطي لون الحواجب. اللي انا عملته دلوقتي ان انا حطيت الكونسيلر بعدين حطيت عليه باودر بعدين شلته بالفرشه. اوكي اوكي خلصنا حاجب خلاص ان خلصناه. المهم فضلت احط كونسيلر وباودر كونسيلر باودر كونسيلر باودر لحد ما حسيت ان لونه خلاص راح. وبعدين طبعا عملت كده هنا كل ده بقى ابيض فشلته بالمزيل وهذه الفوطه الرائعه. ممكن بمزيل او اي قطن عندك تشيلي بس الحواف، بس خلي بالكم عشان ما تضيعيش كل المجهود اللي انت عملتيه عشان تخفي حواف. اوكي فبس شلت اللي حواليها وبس كده حواف براحته. اوكي اللي بعد هعمل الحاجب الثاني اوف كاميرا وارجع لكم. اوكي دلوقتي هنعمل بشرتنا لون واحد. انا دلوقتي بقى بفكر هل اخلي بشرتي بيضه ولا اخلي بشرتي زي فاينل ثوتس هخليها بيضه شويه. طب عشان اخلي بشرتي بيضه هحط لون موفي واللون ده مع بعض تمام من الباليت. الموفي بيضيع الصفار فخليني ابيض اكتر. المهم يعني that's how it works. اوكي هحط كده حرفين على كل وشي من هذون اللونين. ولو عندكم لون ابيض قوي حطوه. احنا كده كده هنعمل سكالتون. طبعا طريقه الدمج اي حاجه بالبيوتي بلاندر اهم حاجه تتاكدوا ان البيوتي بلاندر بتاعتكم اصليه، عشان لو مش اصليه صدقوني انا جربت بيوتي بلاندر كتير مش اصليه كانت رخيصه، كانت بتشفط كل الفاونديشن وكل الكونسيلر اللي انا بحطه. عامه الاصليه كمان بتشفط بس يعني مش زي اللي مش اصليه اكيد. كمان المهم اقول لكم حاجه حلوه، يعني وفري فلوسك وجيبي واحده اصليه بيوتي بلاندر او جيبي مثلا من اتش اند ام. البيوتي بلاندرز بتاعتهم تحفه. او برضو ممكن انهي براند يا ربي، في من امازون بيشتروا اللي هي براندز كده بتكون كده بتكون بدولار او حاجه كده. المهم بتبقى حلوه بارتن وايلد بيقولوا البتاع البيوتي بلاندرز بتاعتهم حلوه. انا طبعا هفضل ازيد في درجه الكونسيلر ده في كل وشي لحد ما احس انه ايه زي حواجبي، عشان حرفيا حواجبي تختفي. طبعا عينيا I don't care قوي عشان عامه كل ده هيتغطى بعد كده فمش لازم يكون بيرفكت. احسن حاجه في لوك الهالوين انه مش لازم يكون بيرفكت، اي حاجه انت بتعمليها هتطلع في الاخر جميله. ف اوكي يعني هو الغرض انك تخوفي الناس فيطلع حلو. او ده عامه ده لوك تحفه اوريدي يعني. لابسه الرموش من دلوقتي بس عشان ايه مفيش حلو اقعد احطها في الاخر، بعدين الرموش بتاخد مني وقت عشان الجلو ينشف وكده. البيوتي بلاندر دي سعرها ب80 ريال، انا جبتها اشتريتها من سيفورا. حرفيا انا كده لوك لايك توست قوي يعني، اعتقد ان ده المكسب انك تكوني عامله زي الجوست. طيب
بعد ما خلصنا هنحط كل ده بقى هنمليه بودر عشان ايه، وحرفيا لو كان عندكم بودرة ليها لون ابيض حطوها تبقى جامده قوي. انا اوريدي بهدلت نفسي بالبودرة اللي عماله تشيف كل حته دي. يبقى شكلك كده عامل زي كاسبر. انت كمان حطيت كونسيلر في البيوتي بلندر نفسها وعماله بحاول اعمل بوش. خدي اي علبه انت مش بتستخدميها، يعني اي كونسيلر او اي كريم. اوكي this is working really good. يا جدعان بصوا هتعملوا كده بوش وخلاص، ده بيساعد جدا عامه. كانت اطول مرحله بس عشان خفي الحواجب بياخد وقت، بس انت ممكن تلغي هذه المرحله، بس دي اهم مرحله في اللوك ده. ف الديزاين هاخد اي شادو ازرق، اي اي شادو ازرق عندكم، يعني مش لازم يبقى نفس الاي شادو الازرق بتاعي. وده رقمه 84 من ماركه اسمها باليت ماتش سيستم مول بلندنج براش كده. طبعا هو فيه فول اوت كتير اللون ده قوي ف بيخرفني. طبعا اللي انا هعمله اكيد انا يعني هخليه اوريدي فوق جفني عشان انا ما يعني ما عملتش بلوك لحواجبي على الفاضي. اوكي فلازم اوصل الاي شادو الازرق ده لفوق للعلالي. فهذا الزرق حلو كده تمام. هناخد بس الاي شادو ده، والاي شادو ده بيجمنتد قوي. طبعا على فرشتي مبلوله شويه فالدمج مش هيكون كويس قوي، بس مش مهم، ده اللي انا بحبه في الهالوين. nothing is important. اوكي مفيش اي حاجه مهمه خالص، يعني انتي اعملي اللي انتي عايزاه حرفيا وهيطلع شكله حلو في الاخر، لان هالوين منعكش على الاخر. يعني على قد ما تقدري خلي اللوك منعكش جدا كده. اوكي وطبعا هنعمل البلاند باللي هو كده بحركات دائريه. اوكي لفوق بقى لفوق، وصليه للعلالي. اوكي طيب وهاخد اللي اتبقى من الفرشه اخده كده على جوه تمام كده على كسرت مناخيري كده. هعمل له زي بوش برضو كده اللي هو داب يعني طبطبي يا اختي، طبطبي يا اختي بالراحه على الفرشه. اوكي طبطبي كده طبطبي. اوكي العين التانية دي بقى هتكون بينك، لان احنا بنحب البينك والازرق مع بعض دايما. اوكي فاخد برضو من نفس الماركه البينك لون البينك ده 42 تمام، نفس الطريقه اللي انا حطيت بيها الازرق كده بحركات دائريه. اوكي وهارلي كوين اسمها، هارلي كوين اي ثينك اسمها كده، اللي هي بتاعت سوسايد سكواد اللي هو بتاع الفيلم ده تمام. ممكن ده لو هي كانت في ال يعني لو كانت سكارتن بقى وجاية من اللي هو عالم الأموات وكده. او ماي جاد او ماي جود. اوكي يعني ده هيكون اللوك ده. خلينا نقول ان اللوك ده لو كانت هارلي كوين منطلقة من عالم الأموات حرفيا. انا لو تخيلت هارلي كوين هتخيلها كده، واعتقد ان اسمها كده اللي هي بتاعت سوسايد سكواد. هحط صورتها هنا عشان ده كل شيء. نفس الكونتور اللي انا عملته هنا هعمله هنا نفسه بس بالبينك. اوكي طبعا الدمج مش مهم يا جدعان، اهم حاجه انكم يعني اخدتوا الفكره، ده اهم حاجه. اوكي اهم حاجه انكم تعملوا زي الفكره. في صور كتيره قوي للسكيلتون. المهم هيكون من هنا رفيع بعدين يبدا يتخن كده عند الفك تمام. اوكي وعند الحته دي برضو في عظمه كده. اوكي اهم حاجه تكون صغيره عشان تعرفي تحددي بيها. من الكونتور ده من فوكس، من ماركه فوكس. اوكي استخدم الديب ديب ديب تون. طبعا دي التون دي بتبقى يعني كونتور بس للناس السمراء قوي اللي هو اللون ده تمام. فانا هاخده بس عشان اعمل ايه،
هعمل الشيب اللي انا عايزاه للسكيلتون. هنحدد قبل البني الغامق. هستخدم القلم ده، هو قلم كحل ابيض من ماكس فاكتور. هي قصه طويله اللي حصل فيه ده، يعني قصه طويله. المهم اللي احنا هنعمله ثاني عشان لازم نشوف بيكتشرز، وانا انصح انت لو عملتي يعني او انت لو عملت اي حد عمل اي لوك سكيلتون او اي حاجه، اي حد يعمل اي لوك هالوين مفروض تستوحام او تستوحيه من اي صوره، ودايما لازم يعني تشوفي صور السكيلتون والحاجات دي عشان تعملي زيها. العظيم هتعملي ايه؟ وشك هيكون شكله عامل ازاي؟ تمام. ضروري انك تحددي بقلم ينفع يتمسح، عشان انا اوريدي حددت تحديد وما عجبنيش ومسحته تاني. هنعمل خط كده، بعدين هنيجي بقى كده على ايه، على تحت، ونفس الحتة اللي هو يفتح فيها كده. looking amazing already بالظبط على الابيض اللي انا رسمته. هرسم عليه خط بني كده. فرشة الفرشة مفتحة اكتر، تمام، اللي هو كان ظهر الفرشة. وهدمج الخط اللي هنستعمله ده. معايا تكوني انت راضية بالنتيجة، تمام. وهدمج الخط اللي بره ده. طبعا زي ما انتوا شايفين كل ما دمجتي اكتر كل ما هيطلع الشكل واضح اكتر. حاول اشرح اكتر اللي انتوا هتعملوه. هنزود شويه البني من بره، تمام، كل شويه نزود الكونتور البني وندمجه بفرشه مسطحه كده، نشده لتحت، تمام كده. بس هو ده اللي انا هعمله، وهحاول اخلي الاثنين شبه بعض، يعني زي ما انتوا شايفين دي داخله دي طالعه. لا، انا عايزه كلهم يكونوا شبه بعض على قد ما اقدر. اوكي، بعد ما حاولت اظبطها شويه زي بعض، هدمج اللي هو كده بفرشة المسطحة بتاعتي، هدمج كده. بعد ما عملنا الشيرينج ده وكده خلصنا، تمام. كل ده من لانكوم، طبعا الكحل ده بقاله 500 سنة معايا. اي كحل اسود عندك استخدميه عادي، مش مشكلة. همشي بالاسود بس على الاطراف الخارجية بس. اوكي، المناخير اللي انا عاملها بنفس الكحل. عامل هايلايتس عند الحتت اللي هيضربها الضوء بالقلم الابيض ده، تمام. انا عملت خط هنا، هعمل خط هنا كمان، تمام، خط هنا كمان فوق الخط الاسود على طول. دلوقتي هعمل بلوك للشفايف بتاعتي، فهاخد البيوتي بلاندر وهاخد كونسيلر ابيض خالص من فوكس، هاخد الدرجة الاولى دي، تمام، وهحط على شفايفي لحد ما اخليها بيضة. هعمل
هحط كده بالكونسيلر على الحته دي عشان الحته دي هتكون فيها السنان. جيب لون موف، الموف ده مع الابيض اللي هنا كده، وادمجهم الاثنين مع بعض، ودي اللي انا هعمل بيها السنان. تمام. طيب السنان هتكون كده، تمام كده، شديها لتحت شويه وازق الفرشه واطلعها. تمام، زق الفرشه اطلعها. حلو، زق الفرشه اطلعها. طيب ازق الفرشه بالعكس كده. الايلاينر ده من محمود سعيد، بحب اخلي السواد اكتر عن شفايفي. واحدد اكتر السنان من بره انا محمود سعيد. هخلي الحتة دي غامقة كده من ماك، هاخد العلبة دي، العلبة دي مشتريها من زمان. اوكي، الاي شادو ده عندي من زمان، هاخد الاي شادو الاسود ده من ماك، وهدمج شوية الخط اللي انا لسه عاملاه. اوكي، نفس الاي شادو الاسود وهعمل بيه الايلاينر ده، هسحبه كده لفوق وادمجه شويه مع البينك ده، وهدمجه بالفرشه اللي انا عملت بيها البينك، هدمجهم كده هما الاثنين مع بعض. تمام كده، عشان يديها لوك سبوكي اكتر. هعمل نفس الكلام اللي انا عملته هنا في الناحيه دي وارجع لكم. اوكي، هي جايز، معاكم الفيجنيستا من المستقبل. انا قررت ان انا ما اتكلمش وما اعرفش ليه. المهم ان احنا نرسم السنان زي شكل الدمعه بالظبط، او الماسه تخينه من تحت ورفيعة من فوق كده زي ما انتم شايفين، اكنها نازله خط. بعدين هندمج ما بين كل الخطوط بفرشه صغيره وبس كده. بعد ما رسمت السنان بالايلاينر شدتها شويه بفرشه مسطحه، ودلوقتي هحط عليها باودر، لوس باودر، اي باودر عندك، اي فلافي برش، واشيل الباودر بيها كده. اوكي يا جماعه، اللي انا عملته هنا ان انا حطيت تاني كونسيلر، بعدين عدت عليه تاني بالايلاينر عشان حسيت ان هو راح شويه وشكله ما كانش واضح. الخطوه دي مهمه جدا عشان تبين شكل السنان مش اكتر. وكده خلصنا السنان وخليت فاشينيستا. دلوقتي بحاول نعمل هايلايت شوية بالبينك والبلو، نعمل شوية هايلايت كده. هحط هايلايتر تحت البينك، حط هنا تحت عيني بينك. وهنا بلو، هحط عليه شوية اسود من تحت بس عشان اخليه سبوكي. هحط تحت هنا بلو، هحط كحل اسود تحت عيني، اربن ديكي، واحطه على السنين كده. اوكي، انا هنا حددت فكي من تحت بالبرهان الاسود، وبعدين دمجته بالفرشة والأيشادو الأسود. اوكي، انا هنا عملت العظمة بتاعت الجبهة، برضو نسيت اعمل ريكورد يا جماعة يعني. المهم معاكم فيجنيستا من الايديتنج. اوكي،
هحط كونسيلر على الرموش بتاعتي عشان تبان شكلها مرعب اكتر، وحطيت لينسز فبدمع ف اجنوريت. اوكي هحط طبعا هايلايتر من السليك، والجليتر اللي انا حطيته كان من اربن ديكي، وحطيت العدسات من لانسمي. اوكي والفيك بلود ده اوبشنال. بس كده وصلنا لنهايه الفيديو يا حبايب فاشينيستا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس او النوتيفيكيشن بيل هتلاقوه تحت، دوسوا على اول. وبس كده يا حبايب فاشينيستا، ما تنسوش تابعوني على الانستغرام عشان تشوفوا صور الرائعه وفيديوهات الانستغراميه للفاشينيستا الرائعه. اوكي وما تنسوش كمان تحطوا اي كومنت سلبي ايجابي، رايكم كامل للفاشينيستا